السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوان أخواتي، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. اليوم عندنا واحد لاماشين كانون بندو 04 ان، نبدلو لها الكونسومابل. عنده واحد المشكل ديال الكونسومابل، خصو يتبدل، نوصل لواحد لا دوري في ديال الكونسومابل، وخصو يتشونج ان شاء الله، ويتحضروا معنا ان شاء الله. هل الكونسومابل ديالو الكونسومابل هو السيلندر والراكليت، سيلندر والراكليت هي اللي غنشونجو ان شاء الله دابا باذن الله وبرحمته. ومرحبا وسهلا وهلا، اتبعوا معنا العمليه. المشكل هو هذا ديال الكونسومابل، وان شاء الله غنبداو دابا نبدلو الكونسومابل، ان شاء الله تجي لا كاليتي مزيانه باذن الله. تبعوا معنا العمليه. هاد العمليه اللي قلنا لكم ديال الدروم، هذا هو السيلندر اللي غنشونجو ان شاء الله، وهذوك الخطوط اللي كتشوفوا على الجنب ليمن، هذاك هو المشكل اللي وقع لهذاك السيلندر فيك الخطوط، ملي كيطلعوا كيطلعوا لنا في الورقه. هما هذو نوريكم دابا، شوفوا هما هذو الخطوط. وغادي نحيدوا واحد الرول تشارج، هذا الرول كيشارجي السيلندر، خاصنا نحيدوه. هذا غادي نطويه مزيان وغادي نردوه ان شاء الله. وكاين عندنا واحد الراكليت، هيا نوريكم دابا. هاد الراكليت الدور ديالها هي اللي كتنقي الدروم، كتنقي السيلندر، ميطون ملي كدوز لاكوبي الاولى هي اللي كتنطوي السيلندر باش كتستقبل لاكوبي الثانية. وضروري خاصها تبدل، واخا تكون مزيانة ضروري تشونجا، لأنه سيلندر جديد. من بعد ما حلينا حيدنا السيلندر والراكليت والرول شارج، شوف هاد الشيء اللي جبرنا فيه الداخل، هاد البقايا ديال الطونير كنسمو حنا الديشي، ها هو كنحيدوه، لانه هو السبب اللي دار لوك لي طاش السيلندر، حيت كيزيرو كيدير داك المشكل. هاد السبب مشكل ديالو ديال لونتروتيان، ما دارش لونتروتيان في الوقت ديالها، ما كانش عليه دارت لونتروتيان في الوقت ديالها. وكنحيدو هاد الديشي كامل، خصها يتسوس كامل ويتنقى، عاد نقدروا نركبوا نعاودوا السيلندر الجديد والطونير. وكيتزير الداخل، ملي كيتزير كيولي بحال صافي، كيتزير دوك لي بينيو وداك لي بوشينغ كيتزيروا قباله، عاد كيعطينا هاد المشكل هذا. شفتو منين نقينا الباك ديال الطونير، منين طويناه ونقيناه عاود رفدناه مره اخرى ودرنا له لونتروتيان بلاسبيراتور باش ننقاو مزيان. ان هذه هي الخدمه ديالنا، يعني مساله كنخدموها بتقنيه، وعندنا تل الحمد لله الماتري باش كنخدمو، كنقوها مزيان بلاسبيراتور مزيان. وهذا واجب خصنا نديروه، لان خصنا الا خدمنا شي حاجه كنخدموها بجديه، والناس عندنا بحال يعني كليان نعرفوه او كيما كنعرفوه، كيما كان النوع ديالو يكون بعيد والله يكون قريب، وكيما كان النوع ديالو كنتعاملوا معاه بهاد المعامله هذه. وهذه كنتميزوا بها بشهاده الكليان اللي كيجوا عندنا. Thank you.
بعد ما نقينا الباك ديال الطونير هنا كنردو الراكليت، ركبنا الراكليت جديدة وكان نردو هاد الرولو تشارج، هاد الرولو تشارج اللي نطوينا مزيان، ومن بعد غنركبو هذاك الدروم السيلندر. ها هو غادي نركبوه ان شاء الله مع نطوينا هذاك الرولو تشارج. ركبوا هاد السيلندر ديال الدروم، خصو يركب بلاصتو كما هو باش ما يقع كيما وقع المشكل الاول، باش ما يتجرح. ركبوا ويجي فوق الرول تشارج مزيان، كندوروه نديرو له واحد تيست مانيال قبل ما نديرو في الماشين، كان هو شد بلاصتو مزيان وكذا، و يكون فوق الرول تشارج ضروري هاد السيلندر خصو يقف بلاصتو كما هو. هاد المرحله الاخيره كنديروا لونتروتيان لا ماشين جينيرال، اونتروتيان جينيرال كنقطوا لا ماشين وكنمشيو للبلايص فين كاين بلايص ديال السيركيلاسيون ديال الورقه، من البدايه ديالها حتى النهايه ديالها، دوك البلايص جيت لا سيلول وجيت فوتو ريسيبتور وجي كنطويو هذيك البلايص كاملين، ومن بعد كندير نردو هذاك الكيت، هذاك الكيت ديال الدروم ديال السيلندر، وكان نردو بلاصتو هكا وكنزيروه وصافي، كنديرو واحد صافي العمليه كملات. دابا نديرو التيست نجربو لا ماشين ديالنا. هاني غنسد لا ماشين ان شاء الله. وواحد الملاحظه من بعد ما كان واحد الصداع من الاول راك سمعتوه في بدايه الفيديو ديال لا ماشين من خدامنا، داك الصداع راه كان المشكل ديال هذاك الطونير كان مزير في ذاك الباك، ومني خويناه ونفسنا الماكينه ديال لونتروتيان وراه صافي تحيد الحمد لله ذاك الساعه. دابا ان شاء الله نخدموا لا ماشين ونديروا التيست ديالنا ونديروا بعد الريغلاجات ندخلوا في لا ماشين ديالنا والله ييسر الامور ان شاء الله. بعد ما سالينا ودرنا لونتروتيان لا ماشين، دابا كنديروا التيست لا ماشين ونشوفوا لا كاليتي بحال تخرج لنا ان شاء الله. من بعد ما سالينا العمليه الاخيره دابا كنديروا التيست لا ماشين ونشوفوا لا كوبي بحال ان شاء الله تخرج لنا، ولا كوبي الحمد لله خرجت مزيانه وخفيفه تبارك الله، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق. وها لا كوبي شوفوها الحمد لله الامور مزيانه، كنعاودو نديرو تيست عدة مرات لعل يبان شي اشكال اخر، انما واخا دير تيست الاول الثاني ضروري دير واحد تقريبا كندوز واحد 20 ورقة ولا 30 ورقة كنديرو تيست، هادي راه لابد، انما ربما كيبان شي عيب اخر من بعد لونتروتيان اللي درنا وهاد الشونجمون ديال راكليت والدروم. وشوفو هالأمور مزيانة الحمد لله، الأمور دازت بخير وعلى خير، وشكرا جزيلا لكل الناس ديالنا وكليانات ديالنا، ونتمنى التوفيق. ها الورقة الأخيرة مزيانة الحمد لله، الأمور مزيانة. ها الحمد لله النتيجة الأخيرة مزيانة الحمد لله. ومرحبا بكم أي واحد هون في مدينة العيون في الأقاليم كاملة، الأقاليم الجنوبية، أي حد عنده مشكل في لي فوتوكوبيور ولي زامبريمونت ولي فاكس وجميع أنواع لي فوتوكوبيور، حنا موجودين، راه الإشارة وجو عندنا واتصلوا بينا. وما تنساوش
تدعمونا في القناة ديالنا ودرونا جيم ودرونا شي كومنتار زين. هذه هي نهاية الفيديو، شكرا جزيلا، وما تنسوا تدعموا قناة ناجي تقني، وما تنسوش اللايكات وشي كومنتار مزيان، وشكرا جزيلا وإلى اللقاء.